ونور. كابتن فريق آدم هو نجم كتير كبير، وهو من الناس اللي عطوا الضحكة والفرحة عقلوب الناس. مهما حاولت اني احكي ومهما قلت مش رح اقدر اعطيه حقه، اسمه بيدل عنه. تعالوا نستقبل هلا النجم سمير غانم. فريق حوا هي نجمة شابة موهوبة وطموحة، لعبت أدوار كتير مختلفة بالسينما والتلفزيون. بتذكرنا بالسندريلا سعاد حسني. رح نستقبل هلأ النجمة منى فضالي. اهلا فيكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بضيوفنا. استاذ سمير نورتني بهالحلقه وبتشرفني دائما. تسلمي يا روح قلبي. بتمنى مش حقول لك ست على اساس انت بعدي بنوته صغيره. شرفتينا واهلا وسهلا. اول لعبه راح تكون، راح تشوفوا قدامكم على السكرين جمله بدكم تقولوها 5 مرات ورا بعضها وبسرعة من دون ما تغلطوا. استاذ سمير، كم كله في كم؟ ها؟ دي الجملة أقولها بسرعة؟ اه 5 مرات. كم كله في كم؟ كم كله في كم؟ كم كله في كم؟ كم كله في كم؟ لا 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 لا. هي كم كلمة في كم؟ كم كلمة؟ فاكر كله؟ لا كم كلمة؟ تفرق طبعا. اوكي يلا انا جاهز. استنى انا سقطت في الاولانيه بس ان شاء الله. ثانك يو. ها جاهز؟ اه. كم كلمة في كم؟ 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 لا لا لا. كم كلمة في كم؟ يلا يا منى. ايه كم كلمة في كم؟ برضو؟ امال ايه يا ماما؟ طب يلا. ايه؟ رياح رياح. ايه؟ بلبح رباح ربح. نعم؟ رباح ربح بالشو؟ ايه؟ بالبلح وارتاح. رباح رباح بلح بالبلح وارتاح. رباح ربح بالبلح وارتاح. ربح بالبلح وارتاح؟ لا ليه ربح؟ ربح خليها ربح. رباح بالبلح وارتاح. رباح ربح بالبلح وارتاح. يلا دينك نص دقيقة تفضلي. رباح ربح بالبلح وارتاح صح كده؟ اه يا ورا بعض. انت قاعد وقفني كده يا استاذ سمير. الله. رباح ربح بالبلح بالبرح. رباح ربح بالبلح وارتاح. رباح برح برح راح ربح. رباح ربح بالبرح يعني خليها رباح حط القصب وارتاح. طيب خلي مي تجرب. يلا مي. رباح ربح بالبلح وارتاح. رباح ربح بالبلح وارتاح. رباح ربح بالبلح وارتاح. رباح بلح مش برح. بالبلح والله انا والله بالبلح. صح. لا لسه عيدها تاني. يلا. رباح ربح بالبلح وارتاح. 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 برافو.
خلينا نرجع نشوف الجملة الثانية وأحمد هو رح يقول لنا الجملة اللي قالها أستاذ سمير. أحمد اللي حيقول. آه. يلا يا أحمد. كم كلمة كم كم كلمة كم كم كلمة كم كم كلمة كم 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 كلمة كم. لا 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 كم كلمة. نعطي محاولة. يلا أنا معكم. كم كلمة كم كم كلمة كم كم كلمة كم كم كلمة. صح. خلاص خلاص. يلا جرب مرة. آخر مرة. خلاص. كم كلمة كم كم كلمة كم 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 كلمة كم 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 كم. يبقى 1-0. اوكي. هلا لعبة الايقاع، رح نبلش بفريق ادم اللي هو فريقك استاذ سمير. يس. بدكم تغنوا مع الغنية، ممنوع تغلطوا، لازم تضلكم بالايقاع، الغنية رح توقف وانتوا لازم تضلكم مكملين ولازم تكونوا جوا الايقاع مرتين. كلنا ولا واحد؟ كلكم. الحمد لله. يمكن واحد صح والباقي غلط فيضيعوا الواحد. اصلا ان شاء الله تكونوا حافظين الاغنيه. طب نسمعها مره وبعدين. لا ما ينفعش. طيب اسمحوا لي يا اولاد انا بالنيابه عنكم هقول دي. اه طبعا. وانا هشوفكم في الاخر مفيش مشكله. هتصرف. دي جي. بس انا مقصر في الاغاني الشبابيه الجديده. يعني مش حافظها قوي يعني بصراحه، الاصوات كلها شبه بعض والله عذرناك يعني، بس منيح المغنيات وحدك. لا الحمد لله الحمد لله. كانت اللعبه انه اغاني ورا شويه. لبناني اغاني لبناني يا حياتي. طب يلا شو الغنيه اللي ممكن تغنيها؟ اي شيء نقي. لا بتقصر تنورة. ليه بتقصر تنورة؟ اوكي عندك ليه بتقصر تنورة بليز. برافو استاذ سمير برافو. يبقى رح نحسب لك هالغنية انك ربحت بهيدي الفقرة.
تنشوا فريق البنات. ايه يلا. يا ويلكم. يا معلم ما تسيبني اتكلم، انا يوم لما ابقى حبيبتك وساعات لا تعرف انت وتقول لي حلاوة يا ولاد عن ابنك. يا معلم اسمعني يا معلم خد بالك يا معلم.